أكد سعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن النمو الاقتصادي المتواصل ونجاح مملكة البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية جاء نتيجة طبيعية للبيئة الاقتصادية المنفتحة التي أوجدها النهج الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدى والسياسات الاقتصادية الحكيمة والمتماشية مع رؤية البحرين 2030. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية لبحث ومناقشة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين الصديقين وللترويج للمنتدى الاستثماري بوابة الخليج المزمع عقده في البحرين في مايو القادم. ونوه سعادة السفير بالزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، والتي شكلت دفعة قوية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. واستعرض سعادة السفير آخر التطورات فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في المملكة. تطرق سعادته إلى التنامي المضطرد الذي شهده التبادل التجاري بين البلدين منذ التصديق على اتفاقية التجارة الحرة. وخلال الحلقة النقاشية أعلن سعادة السفير أن المنتدى الاستثماري بوابة الخليج والذي سينظمه مجلس التنمية الاقتصادية سيركز على الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والتطوير العقاري والسياحة والإسكان والكهرباء والماء والتصنيع والإسكان والمواصلات، وسيستضيف نخبة من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية.